نورمالمون بحال انت بحال حنا كناخذوه ب 15 درهم للكيلو، شحال غتبيعو بلا ترونسبور ديالو بلا حتى شي حاجه داكشي ابار الصاير ديالو؟ والناس كيقول لك البحري كيدفعوا بجوج درهم ونص، حنا كيضرب داك العدد في السا بزاف على الزايدين بزاف، لدرجه اننا ما بقيناش كنبغيو نجيبوه كاع. واش نجيبو 300 درهم باش تبدا تقول لعباد الله 20 درهم؟ 20 درهم راه بزاف، 20 درهم راه حرام من جانب الله. الا جينا نشوف البحري كيبيعوا بجوج درهم ونص، حنا كيوصل حنا كناخذوه ب 15 درهم. 15 درهم يعني هذا العدد نضرب في السا، كتجيبوا البلاد كيقول لك هادشي راه بزاف، كتزيدوا علينا كديروا علينا، وحنا حتى حنا بحالهم، حتى حنا راه شاريين. يعني كون كنا حنا يعني كندخلوا للبحر ب 200 نقولوا حنا اللي كنبيعوا، ولكن حنا حنا راه واخدين اشاري راه بحالنا بحالهم. اش عندي كليان؟ كليان غنتعايب انا وياه 300 دريال نقول ليه 400 دريال 400 دريال راه لا علاقه، راه حرام من جانب الله. هادشي هو اللي كاين كحواسه بقى فيكم الحال كلشي. والبري ديال رمضان بعدا بوحدو، الثمن ديال رمضان كيديروا ثمن بوحدو، اغلبيه بحال الصول بحال الميرنا كلشي كتزاد فيه 100 دريال في الكيلو، 10 دراهم حتى 300 دريال في الكيلو. يعني داك حتى داك الحوت الاخر اللي كنا كنكاليو به شويه حتى هو زادوا فيه. علاش الطلب كاين دابا في رمضان؟ كيشوفوا الطلب كيبداو يحطوا في عيباتهم، يعني كيبداو وحاجه اخرى ثاني فاش كتمشي للمارشي مثال واحد كيبيع بواحد الثمن ديال 150 درهم الشبكه ولا 200 درهم، فاش كيشوف عليه الطلب بزاف كيحبس كيزيد 1000 ريال 30 درهم، كيقول لهم بحال كان كيبيع ب 4000 كيقول لهم 250 درهم. يعني فين هي المراقبه؟ فين هو اش من بيع وشراء؟ اللي كنطالبوا هي تكون مراقبه في هذا المجال، هذا المجال ما فيهش مراقبه للمسؤولين، اللي كيديروا اللي بغاو العربيه التعرام كيديروا داك الشيء اللي بغاو هما. الصندوق ديالو 7000 ريال مقيم عليك 360 ريال تما، واش فهمتيني؟ شنو غتاكل فينا؟ خدمت دابا 30 ما مصور فيها والو، ما صور فيها والو. احنا دابا يلاه كيخدم لنا سريد البلاد ودير 7000 ريال اش غتصور فيها؟ راه دروج مسكين الله يحسن العوان، عنده وليدات راه الله يحسن العوان والو. ها سري جيب سري ديال البلاد، جيب صيد الصباح ولكن جيب سري اتم جوده ماشي شي حاجه جوده ولكن غالي يا خويا 20 درهم دايرين. ودابا هذوك الشناقه اللي في المرصا مولي في المرصا مولي الله يرحمه مولي تيهرسوا الله يرحمه مولي تجع الدرويش تيقول لك 1000 فرانك 160 من المره شحال من المره راه في بلاصتو كيتباع من الواحد واحد عاش يجينا الشناقه جديده كيدخل الشناقه راه تيشدو 4 مرات في الشناقه تيشد البيع الشغايم والكاميو والسمسار عاش خلي السمسار السمسار يجي الكام كلشي واكل والدرويش مسكين ضيع. دابا دابا المواطن تيقول لي السردين فشحال؟ تيقول لي ديال 400 ريال هو تيقول لك بزاف عليا نمشي ناخذها 10 درهم كفته وراه مستحيل باش بنادم ما كيفرنس والله راه انا تنبيع ب 360 تندي معايا 3 ريال تنتم غادي مع بوليداتي وداكشي تدي معايا 3 ريال ما كاينش مراقبه راه ماشي ما كاينش مراقبه ما كاينش مراقبه خاصها شي مراقبه تكون فيها شي في هذا المجال هذا واجي تشوف واجي عادي باش تشوف الجوده من شريش انا ساري ب 7000 ريال شوف هاي شوف الجوده هاي شوف 7000 ريال الجوده خلاص هذا لا نشوف هادي لا نشوف صايد الصباح حتى سردي صايد الصباح هذا سردي تا هو صايد الصباح 20 درهم 360 باش نبيعو هو مقيوم عليا ب 340 320 فين الميكا فين هادي ولكن الله يحسن العوار درويشنا راه مقتول تجي واكل عصا درويشنا في هذا الريال الرياض واكل عصا درويش بنادم راه خاص بنادم يتساعد معنا والو ولكن في المرسى اخويا شكون غيتساعد معك؟ ما كاينش اللي غيتساعد معك خذ ولا دور في المقارنه في هذا رمضان رمضان وا شويه وصافي ما يوم 70 بشويه السوق شويه واكل العصا صاحبي انا فهمت نجيك الصراحه شي في الصيام ماشي ما كاينه البركه قليله وصافي انا ديتها شويه الشباكيه كتقول الله يجعل البركه ديتي السريديلات ما تاكل وتوكل من وليداتك كتقول الله يجعل البركه هذاك هو الربح الانسان باغي باش يعيش ماشي راه صحاب مارشي ترى مو صحاب مارشي ترى يبيعوا بالثمن يبيعوا حتى ب 40 درهم السردي اللي يبيعوا ياخذوا بالثمن يبيعوا حتى بالثمن هذوك الشناقه الله يهديهم السردي الله جو بعينيا السردي تكون دير بحال دير 150 درهم في البلاصه ياخذ الشناقه يدير 5000 ريال 6000 ريال الشناقه ياخذ كل شيء الشناقه في البلاصه يدير ياخذ يدير فيه يدير فيه 6000 وطير تعيا فيه كاع 20 كيلو 22 كيلو انا خاسر وانا انا تنجيب حسب كليان تربح واحد الدريام جوج ميكا لا كلاس ترونسبور ترونسبور باش جاوا من المدينه 100 درهم من الفجر وانت خدام والله الا 100 درهم باش جاوا لي من الفجر واش معك 150 ولا طاح واش غنقول لك الله يصاوبو صافي بلادنا انسان شوف خويا هاد حنايا كنديو هذيك شويه شباكيه بلادنا من فطيره الوليدات الله يجعل البركه
ورا المارشي راه ديما كيطلع اخويا، راه ديما واحد الحوت يتاخذ بواحد الثمن وكيبقى يطلعوا واحد كيبقى يطلعوا لواحد كيبقاو عند الشناقه كناخذوا حنا بالثمن. والجوده انا مابغيتش بنادم يسمع هذا الشيء. هذا اخويا المليح الجوده 300 درهم صندوق ويلي راه شناخذوا، راه خديته ب 500 درهم خديته خصوص في رمضان 500 درهم باش خديته. واش تقول بنادم 600 ريال كيشوف فيك كيشوف فيك يقول لك بحال انت اللي زيد عليه. وحنا راه السوق واش راه ما زيد ما والو داكشي على حساب السوق. وراه كيتباع راه كيتباع وكيتشارج دابا الكاميوات كيتشارج ما عرفناش حنا فين كيمشي. وحنا تندوي على الشارج حنا ما عرفناش كيفاش يمشي. كيجيو الباركواج كنبقى نشوفو بعينينا كناخذو كنشريو هذاك كنشريو الشياطه حنايا كيتشارج كيتشارج الحوش كلشي كيمشي كيمشي لطنجة شيطوان كل اللي كيخنزر فيك كل اللي كيخنزر فيك كل اللي كيديرها وما كتجيبوش لك يقول لك لا علاش ما تجيبش لنا السردين الزوين ديال البلاد بيعوا لنا ب 400 والله يهديهم الله يهديهم. هادشي اللي شنقول وراه واكلين الدق راه واكلين الدق راه بنادم حنا واكلين الدق وكلشي واكل الدق حنا ما كرهناش نجيبوه رخيص حنا خصنا نبيعوه رخيص نجيبوه رخيص اللي غياخذ بعدنا كيلو وياخذ جوج كيلو وراه غتفكر الكليان حنا راه كنضحكوا معانا حنا راه كنضحكوا مع الكليان راه هما كاع ما كيضحكوا معانا تما كيقول لك خذ 35000 فرانك كاع ما كيضحك معاك ماشي يهز فيك شد الهزه ما كيهزاش فيك